لا تتعلق تجارة المجوهرات بالتصميم، ولكن بفكرة التصميم. قبل الأيدي التي تصنعها هي العقول التي تتصورها. لا يتعلق الأمر باللعب لأهواء امرأة، ولكن بتلبية مطالب رجال المتشددين. لا يتعلق الأمر بتصميم قطع رائعة للزبون المتطور، ولكن بتصميم تجربة متطورة للزبون. إنها ليست الطريقة التي يتحدث بها حجران مع بعضهما البعض، ولكن مدى فهم شركاء العمل لبعضهم البعض. إنه المكان الذي تجتمع فيه مهارة إبداع قطعة فنية واحدة مع القدرة على تقديم مليون قطعة. إنه يتجاوز براعة اليد والعين إلى دقة التكنولوجيا المتطورة. المجوهرة اليوم لا تعني التشبث بالماضي، ولكن الاستلهام منه والإبداع للمستقبل. لا أحد يفهم هذا أفضل من الهند. الهند وجهة العالم للأحجار الكريمة والمجوهرات.